صباح الخير منيا، صباح الخير ورو، صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا وجولتنا، قبل فترة احنا كنا مع إدارة أمن المطار اللي الراكب إذا بيروح بيسافر شنو الشغلات اللي يقدر يدخلها، شنو الشغلات الممنوعة. لكن احنا اليوم مع الإدارة العامة للجمارك وجمارك المطار، يمكن راح تشوفون شغلات اللي أول مرة تشوفونها عندنا هني موجودة، تم ضبطها من رجال جمارك المطار. جمارك المطار يعطيهم العافية، هم السد المنيع في دولة الكويت سواء في البحر او بالبر او في المطار. معانا السيد عيسى بن عيسى مراقب جمارك المطار، يعطيك العافيه. راح نتكلم عن امور كثيره موجوده. صباحك الله بالخير. يعطيك العافيه. حياك الله. عساك على القوه ان شاء الله. الله يقويك اخوي نجيب. اخوي عيسى بن عيسى مراقب جمارك المطار، احنا ودنا نتكلم كبدايه عن عملكم وعن دوركم خلال فتره الصيف، يكثرون المسافرين خلال الفتره هذه. لكن احنا ونتكلم بعدين راح ندخل عن الشغلات الممنوعه اللي موجودة، احنا قاعد نشوف اول مره موجوده معاكم. حنا تدري الصيف فترة العطلة الصيفية في المدارس والناس كلها تسافر، الجو عندنا يمكن حار شوي، الناس تطلع تستانس في جميع الدول أوروبا والعالم، فيشوفون شغلات ممكن عيالهم يبونها معاهم، أشياء هناك مسموحة لكن عندنا هني ممنوعة. فإحنا هني الشباب موجودين 24 ساعة في المطار، يعني الدوام إحنا عندنا على نظام الشفتات، فمتواجدين 24 ساعة والمطار شغال 24 ساعة. احنا ممكن نتكلم عن هالممنوعات اللي موجودة، يعني انا كاميرتنا قاعد تاخذ لقطات على جهاز التفتيش اللي هو عند خلينا نقول اللي هو يكشف الجناط، لكن في شغلات موجودة ممنوعة. انا قاعد اشوف نقاط بوكس، قاعد اشوف صاعق، اشوف شغلات، يعني احنا اول مرة نشوفها تدخل الكويت. وانتم يعطيكم العافية على هالضبطيات الحلوة هذه. احنا طبعا عندنا اجهزة مساعدة للتفتيش، جهاز الاكس راي للحقائب هذا، وعندنا جهاز السوتر للكشف على الامعاء اللي اذا كان فيها ممنوعات خصوصا المخدرات، وعندنا طبعا مضبوطات كثيرة هي مع الاسف يجلبونها اكثر شيء المراهقين، حتى لو يكون معاه امه وابوه يعينونه يشترون هي، يعني في شغلات مو رخيصه لكنها هي خطره واحنا نمنعها والقانون يمنعها طبعا نصادرها. انا اشوف هذه النبله، هاي خلينا نروي للمشاهد الكريم، يعني مثل هالشغله هذه، شوف هذه نبله خطره، يعني شوف الراس مدبب حديد، يعني هذه مجرد لو يسحبها ويحطها على الشخص ممكن مكان خطر تقتله. وعندنا بالمقابل طبعا الصواعق والحدايد هذيل العجرات اللي موجود حتى لها. اي نعم، هذا الصاعق يعني من اخطر شيء، هذا ممكن شخص اذا في مرض القلب او اي مرض، وفي ناس تخاف مجرد ما يصعق يطيح يموت يوقف قلبه، يعني هذه من الشغلات الممنوعه الخطره، ومع الاسف جميع الناس قاعد تجيبها الحين. انا اشوف قوطي بيبسي مسكر، لكن ودي حتى نراوي المشاهد شلون طريقه هذا القوطي. هذه مع الاسف يعني كانت في ضبطيه ومع شخص ما جاهل، قالوا له ما عليك امر بس شيل الكيس هذا فيه بيبسي، وشافهم وياه يوم جاء عند التفتيش الشباب قاعد يفتشون بطلوا، ولا القوطي العلب هذه مجوفه وكانت فيها مخدرات وتم ضبطها، واحنا الحين احتفظنا بكم علبه علشان التوعيه حق المفتشين ونوري الاخوان في التلفزيون الكويتي. انا اشوف رنقات بوكس هني، يعني شغلات غريبه اشوف، يعني هذا على شكلها، يعني هذا شكل خطر غير يعني شغلات اسف. كان جايبه واحد عمره يمكن 15 سنه مع والدته، والدته مصره ان هذا ما في شيء وزين، هذا لعبه. اي نعم، ومع الاسف حديد هذا خطر، يعني هذا لو يضرب في اي واحد ممكن يذبح نفس الوقت، وهذا نوع ثاني هم كانوا مع نفس الشخص، هذا النوع الثاني. اي نعم، يعني هذا شوفه شلون حاد حديد، هذا يعني من اخطر الادوات، وقيس على ذلك السكاكين والفاس والعجرات والصواعق والرنجات حتى في الجهه الثانيه، يعني في سيوف موجوده. هذه السيوف على طول الركاب يبونها، في ناس يبونها كزينه وفي ناس يبونها قلت لك المراهقين، فالصادر فيها قانون هي ممنوعه، اللي يقدر يجيب افراج نسلم هي طبعا عقب ما نحوله على الشحن ويدفع الضريبه وكل شيء. اخوي عيسى هم يقدرون يجيبون له. اخوي عيسى في بعض الشغلات يقول لك والله انا مثلا عامل اسيوي او عامله اسيويه جايه الكويت، ممكن تودي هالجنطه هذه معاك او توصلها سواء داخل الكويت او برا الكويت، ممكن توصل هالجنطه هذه حق فلان الفلاني وهو عن حسن نيه ما يدري شنو داخل هالجنطه. نعم، هذه مع الاسف هذه يوميا قاعد تصير ويانا، تي خدامه شايله جنطه حق واحده من قرايبها هني، نفتشها نلقى فيها كيلو كيلوين مخدرات، هروين، ماريجوانا، هذه يوميا يعني ما شاء الله ضبطات عندنا الشباب ما الله يعطيهم العافيه مو مقصرين، وهذه الضبطيات يوميا عندنا،
يشيلونها بحسن نية. حتى كاميرا اللي قاعد تاخذ لقطات على السيوف اللي موجودة اللي ضابطينها. نعم، هذه السيوف جزء منها اللي ظل عندنا، طبعا احنا وكل فترة نودي حق الاتلاف في الإدارة العامة الجنائية نسلمهم مجموعة، هذه يعني حصيلة كم شهر هذيلا. عيسى، احنا ودنا نتكلم كذلك ان هل يجب الافصاح عن مبالغ ماليه؟ انا تدري غسيل الاموال ما غسيل الاموال، لازم اذا عندك مبلغ 3000 دينار او 10000 دولار لابد انك تبلغ الجمارك في هذا الشيء، البعض ما يدري. احنا طبعا في قانون 106 على 2013 قانون غسيل الاموال ان اي واحد معاه مبالغ نقديه اكثر من 3000 دينار لازم يصرح فيها، ولازم يكون معاه وصولات تثبت ان مصدر هالمبالغ، لأن في ناس تحمل مبالغ كبيرة، وهذا في ناس يجهلون هالشيء ولا يقرون، مع العلم أنه موجود اللوحات في المطارات كلها، هذا قانون عالمي اليوم يعني في كل مكان في العالم. عندكم ورقة موجودة يوقع عليها المسافر؟ نموذج، في نموذج، في نموذج موجود. نعم. تفضل. هذا النموذج موجود، يمكن حتى لو نراويه للمشاهد الكريم أن هذا النموذج لابد أنه يكون. نعم، موجود باللغتين الإنجليزية، هذا النموذج بالإنجليزية وبالعربية حق جميع الركاب، اي واحد معه مبلغ اكثر من 3000 دينار او 10000 دولار يصرح. ما بلغ، نسى، يحول للنيابه مباشره. اي نعم، قضيه، لان هذا اليوم هذا قانون عالمي سواء بالكويت ولا برا، يعني سواء داخل الكويت او برا الكويت، ما نسى او ما بلغ لابد انه يبلغ، سواء بالدخول والخروج لازم يبلغ بعد، يعني حتى المسافر اللي معه اكثر من 3000 دينار او 10000 دولار لازم يبلغ. وهذه الورقه تكون معه موجوده سواء مسافر الكويت او حتى لما يرجع، نسخه منها مختومه ان هذا طالع من الكويت مع المبلغ 3000 او المبلغ اللي كان معه. استاذ عيسى، بما احنا موجودين في المطار وهذا البث الحي المباشر وقاعد نشوف الشغلات الممنوعه والشغلات اللي يعني ودنا نصيحه للمسافر سواء مواطن مقيم مواطن، يعني هي ناس زايرين الكويت، لابد ان يعني نوجه لهم النصيحه ان يا جماعه ترى دير بالكم في امور، يعني في قانون موجود انه ما في تهاون هذا الشيء. احنا اول شيء ننصح جميع الركاب سواء المواطن الكويتي او الاجنبي الجاي الكويت، لا تحمل امتعه واغراض غير اغراضك واغراضك تاكد منها، ولا يجيك واحد بحسن نيه يعطيك شيء يقول لك شيله ويطلع في ممنوعات، انت راح تتحمل، ما حد يتحمل عنك، يعني ما تقول والله هذه مو اغراضي ولا كذا، ولا في ناس تتعمد تخلي جنطته وتاخذ جنطه ثانيه ويخلي يراقبك ليه تطلع عليه برا ويبدل الجنطه، يتاكدون من استلام حقائبهم داخل المطار من البلد المغادره للمطار، يتاكدون من الحقيبه الاسم وكل شيء، ويا ليت ينشنون جناطهم يعني. ونصيحه حتى يمكن قبل ان نختم حق اولياء الامور اللي ولده والله يبغى يشتري لي هذا والله مشتري يشتري الشغله هذه وما يدري انها فيها خطوره. والله احنا نتمنى من اولياء الامور انه يحافظون على عيالهم، يعني هالامور هذه كلها الممنوعات اللي شفتوها كلها مع شباب مراهقين. يشتري اللاعب بغصه خلاص بيفتك من حنته، خلاص اشتر هذه وفكنا يلا ولعبه ولا منظر ولا كذا، مو صحيح هذا الشيء. نقول الله يعطيك العافيه سيد عيسى بن عيسى مراقب جمارك المطار في الاداره العامه للجمارك، يعطيكم العافيه عساكم على القوه، شكر لرجال الجمارك يعطيهم العافيه ولرجال وزاره الداخليه وكل من ساهم ووجد برنامج واسره برنامج صباح الخير في هذا المطار وشاهدنا معاكم في الشغلات هذه الموجوده، راح نرجع الى زملائنا في الاستوديو لتكمله الفقرات الحلوه والمتميزه لبرنامج صباح الخير، ورود لك الهواء. شكرا لك نجيب.